السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة أتعلم، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا خلال هذا الفيديو سنتعرف كيف نقوم بفتح حساب في موقع خمسات الخاص ببيع الخدمات المصغرة، وكيف نعرض أول خدمة لنا. إذا كما تعلمون هذا من بين المواقع العربية المتخصصة في بيع وشراء الخدمات المصغرة التي يقدمها أصحاب وأعضاء الموقع. إذن على بركة الله نذهب أولا لاكتشاف منصة وموقع هذا الحساب. إذن أول شيء سنذهب إلى محرك البحث ونكتب كعنوان كما تلاحظون لدينا هنا هذا العنوان خمسات.com، ثم سنختار أول عنوان وستستقبلون هذه النافذة كما تلاحظون. هذه هي نافذة هذا الموقع خمسات، كما تلاحظون أكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة. طبعا الموقع يقدم مجموعة من المعلومات، لاحظوا هنا أعمال، برمجة، تسويق، تدريب، كتابة، التصميم وغيرها. وطبعا في الأسفل سنجد مجموعة من الإجابات حول الأسئلة الأكثر تداولا من طرف رواد هذا الموقع. إذا الآن سنقوم بأول خطوة وهي فتح حساب جديد. إذا لدينا خيارين، إما أن أبدأ من هنا بهذا الخيار أبدأ الآن، أو حساب جديد. إذا كلاهما يؤدي إلى نفس العمل. إذا سنبدأ أبدأ الآن، والآن هنا لدينا خيارين، إما أن نفتح حساب جديد باستعمال جوجل أو باستعمال مايكروسوفت. نحن سنوظف هذه النافذة، سنكتب معطيات ومعلومات جديد. إذا بعد إتمام المعطيات كلها سنؤشر على هذا الزر أنا لست برنامج روبوت، ثم قرأت شروط استخدام حاسوب وبيان خصوصية، أضغط هنا ثم أضغط على تسجيل. إذا سأعيد من جديد ثم تسجيل. إذا كما تلاحظون الآن تمت عملية التسجيل بنجاح. يمكنك تفعيل حسابك عبر الرسالة التي أرسلناها لبريدك الإلكتروني. إذا الآن سنتوجه إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب من خلال الضغط على رابط يوجد بالرسالة التي توصلت بها في البريد. إذا في البريد الإلكتروني ستتوصلون بهذه الرسالة، لاحظوا مرحبا، اسم كامل، ثم المطلوب إكمال التسجيل. سنضغط هنا أكمل التسجيل. إذا هنا سنكمل عملية التسجيل من خلال إدخال المعطيات والمعلومات التي قمنا بالتسجيل بها، البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إذا عند الضغط على رسالة تفعيل الدخول ستستقبل هذه النافذة، ستذهب مباشرة إلى هذه الأيقونة خمسات. إذا نضغط هنا ثم تستقبلون هذه الصفحة. طبعا المطلوب منا هو أن أختار اسم مستخدم جديد، وسنختار أي اسم من اختيارين يتكون من أحرف إنجليزية وأرقام ورموز فقط. إذا نعود إلى المنصة. إذا كما تلاحظون هنا بعد كتابة اسم مستخدم جديد ستستقبلون هذه النافذة. طبعا هنا تقدم لنا مختلف المجالات كما تلاحظون. إذا نكون أن قد تسجلنا وفتحنا حسابا جديدا في هذا الموقع، موقع خمسات. كما تلاحظون مجالات كثيرة من مجال تقديم الخدمات في الجرافيك وفي التصميم وفي الأمور المتعلقة بالحاسوب وغيرها من الخدمات. الآن سننتقل إلى هذا الزر أو هذه النافذة أضف خدمة، أي أننا سنعرض خدماتنا هنا في هذه الصفحة. إذا سأضغط هنا، كما تلاحظون هنا لدينا هذه العناوين. إذا هنا سنكتب ما هي الخدمة التي سنقدمها وسنصنفها هنا، وسنكتب وصفا دقيقا لها.
هذا مثال للاستئناس. أنا كتبت كخدمة أقدمها تصميم قوالب مونتاج في شكل كتب إلكترونية بجودة عالية، إذا كذا عنوان سيظهر في مساحة الموقع. ثم في التصنيف، طبعا لدينا مجموعة من التصنيفات، وأنا اخترت أن يكون هذه الخدمة ضمن هذا التصنيف تصميم فيديو. طبعا بعد أن نختار هذا التصنيف سنختار الخدمة بشكل دقيق، هل هي تصميم صور متحركة أو مقدمات فيديو أو موشن جرافيك أو مونتاج فيديو وغيرها من الخدمات. وأنا طبعا اخترت مونتاج فيديو. ثم هنا سأقدم وصفا دقيقا لهذه الخدمة، سيطلع عليها الزبناء أثناء بحثهم عن هذه الخدمة. مثلا كتبت سأقدم لكم تصميما لمقدمات مونتاج في شكل كتب إلكترونية يمكن استخدامها لتصميم كتب الذكريات أو لعرض الأحداث العائلية بشكل رائع، إلى غيرها من المعلومات التي قد تجذب الزبناء نحو هذه الخدمة. وهنا مهمة جدا هذه المرحلة، سنضيف صورة أو مقطع فيديو يقدم مثال لهذه الخدمة. طبعا أنا سبق أن أعددت فيديو يكون أحسن لأنه يظهر بشكل متحرك، إذا سأقوم بتحميله من الحاسوب. إذن هذا هو نموذج الفيديو الذي أعددت يقدم مختصرا للخدمة التي سأعرضها على الزبناء في الموقع. إذن هو دفتر إلكتروني يمكن إضافة صور وإضافة مقاطع وأحداث وكتابة هنا. لدينا خيار، إما أن أضيف صورة من الجهاز أو صورة من رابط أو فيديو من اليوتيوب من خلال إدخال الرابط هنا. لاحظوا إذا أشرت هنا على هذا الفيديو سنضطر إلى إحضار الرابط هنا، وفي حالة اختيار صورة سنضغط هنا وسأبحث عنها في الحاسوب. إذا لاحظوا قمت الآن بتحميل هذه الصورة التي ستعبر عن الخدمة، طبعا هي خلفية فيديو للمونتاج في شكل دفاتر إلكترونية. بعد ذلك سنضيف هنا كلمات مفتاحية لها علاقة بهذه الخدمة. بعد أن كتبت هذه الكلمات لأنها تسهل الوصول إلى خدمتك، لاحظوا مونتاج تصميم مقدمة فيديو دفتر إلكتروني، يمكن أن أضيف كلمات أخرى. ثم هنا سأحدد مدة التسليم بعد تقديم الخدمة. طبعا هنا لدينا اختيار كثيرة، يوم واحد، يومين، ثلاث أيام، مثلا سأختار مثلا أسبوع حتى أشتغل بشكل مريح. ثم هنا سأقدم تعليمات للمشتري، كتبت هذه المعلومات. طبعا مطلوب من المشتري أن يوفر الوثائق والمعلومات وكل أشياء متعلقة بهذه الخدمة عبر الإيميل مع إمكانية مراجعة المنتوج عند تسلمه، ولنا أن نختار بعض التعليمات المقدمة للمشتري. وأخيرا سنضغط هنا على أضف الخدمة. إذا لاحظوا الآن نكون قد أنهينا هذه الخدمة. طبعا سيطلب منك أن تضيف خدمة جديدة، نحن سنكتفي بالقدر. وهكذا يمكن أن نضيف خدمات كثيرة جدا بنفس المراحل وبنفس الخطوات. إذا طبعا لو ذهبنا إلى الموقع سنجد هذه التصنيفات، لاحظوا تصنيفات كثيرة جدا، أكيد أن كل واحد منكم سيجد مهارة هنا أو خدمة يمكن أن يبيعها عبر هذه المنصة وعبر هذا الموقع. مختلف الخدمات التي يعرضها الناس، لكن تلاحظ هنا لدينا الصورة والعنوان وهنا عدد الذين اشتروا هذه الخدمة. إذن طبعا المنصة يمكن أن تكتشفونها بشكل دائم، تتعرفون على تجارب آخرين، وكذلك عند الرغبة في إضافة خدمة جديدة سنضغط هنا. ينصح دائما بأن نعرض خدمات نتقنها بشكل جيد حتى نطور سيرتنا ومسارنا في هذا المجال. إذن شكرا لكم وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.